يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. 24 ساعه متبقيه على النهائي المنتظر بين الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال، وتعالوا نعيش لحظات ما قبل المباراه. المكان استاد القاهره وتحديدا اوضه لبس النادي الاهلي. الزمان هو 4 يونيو الساعه 9 الا ربع دقائق، ويبدا اللقاء والمشهد مع مستر كولر وهو بيدي التعليمات والكلمات النهائيه لنجومنا وفريقنا اللي هيمثل النادي الاهلي بكره. فرصه لا تتكرر كثيرا، فرصه ومن اجل يعني هذا اليوم وهذه المناسبه الحقيقه تلعب كره القدم. اهم ايام الموسم، اهم واصعب لقاءاته، واهم بطولاته، بطوله دوري الابطال اللي تاتي دائما في المرتبه الاولى وفي المقدمه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي الكبيره، اللي باذن الله هتكتب تابلو وترسم تابلو كبير بكره في استاد القاهره. اهلا وسهلا طبعا بالاشقاء المغاربه.